كانت أول مشاركة سينمائية بالنسبة لي، كانت تجربة جد رائعة، صرت أنني تصادفت مع ألمع الفنانين المغاربة، كان واحد ترحيب زوين. السي محمد السريري غادي تشوفوه في دور ديال كوميسير، كوميسير كيخاف من الدم، كيخاف من القرطاس. كان معايا الأخ المجدولي اللي هو منصور بدري. منصور بدري كان كيحسبت ليه بلي هو اللي الشيف ديالي، من بعد ملي كندخلوا عند عميد الشرطه في الفيلم كيقول لي بلي انا هو الشيف ديالو، كيبقى محسوس مني في طول الفيلم. وبلا ما نحرق لكم الكمال حتى تدخلوا ان شاء الله وتشوفوها، وغير اللي غادي نقول لكم هو كانت تجربه جد جد رائعه، وهذا ما كان. التجارة العامة هذه حليت فيها عيني، أنا كبرت وسط عائلة كدير تجارة، من بعد دخلنا شوية للسوشيال ميديا، والحمد لله جاب الله التوفيق، وحنا إن شاء الله غادي تشوفونا إن شاء الله في السينما، وكاينين أعمال أخرى إن شاء الله جاية لقدام. هذه صراحة كانت من الصغر، أنا من الصغر كانت الخطوة قبل الزواج، الخطوة قبل الزواج هي فكرة أصلا غربية، أوكي؟ في الكونفيرمو كايتوها الناس، قلت راه نجرب ندير لايف، درت لايف لقى واحد الإعجاب كبير ديال الناس، وصراحة ذاك المحتوى كيعالج مواضيع اجتماعية، ونال الإعجاب ديال بزاف ديال الناس، ذاك الشيء بس استمريت فيه، وإن شاء الله باقي فيه الخير القدام. إن شاء الله كاين كاين كاين، خليوها مفاجأة، خليوها مفاجأة، حيت واحد الكونسيبت كنت قلته في واحد الانترفيو وسبقوا لي الناس، فهمتي؟ دونك خليوها مفاجأة. كاين واحد الفيلم آخر إن شاء الله غادي نبداو التصوير ديالو عما قريب، وخليوه حتى هو مفاجأة. صراحة اللي غادي نقول لجميع الفنانين أنهم يكونوا إخوة، وهذا ما كان. شباب خطوة قبل الزواج، بالنسبة للشباب اللي باغي يتزوج يتصل بالسي محمد السريري يدير تيست باش ما يتقلبش. الله يحفظك، الله يخطيك. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.